إلى موضوع آخر وهو قديم جديد، أو لكم أن تسموه الكارثة المستمرة في العراق ما بعد الاحتلال. في العراق الفوضى السلاحية التي تعزز شعور اللاأمن أو الاستقرار في ذات المواطن. في المقطع التالي نجاة طفلة بأعجوبة كادت أن ترديها قتيلة رصاصة أطلقت من أحد الأسلحة التي لا رقيب عليها ولا حسيب. فإلى متى يستمر الاستخفاف بأرواح الناس؟ يقول نشطاء عراقيون. السلام عليكم يا بشوف، هاي دقيت الباب على عيالي، فتحت الباب طاحت الرصاصة ضربتها وبكت صرخت. وين ضربتي؟ هاي ها؟ هاي رحمة لوالديكم لا حد يرمي، مشين عليكم الحسين. شوف هاي الرصاصة شلون طاحت عليها، الله ستر، طاحت باللحم. ما عليه بالله الرصاصة بي. رحمة لوالديكم مشين عليكم هو الحسين. عم هسه هاي لو طايحة براسه وميتة شلون؟ شوفوا شلون طايحة بابا، شلون ضربت هسه خطية وصرخت. شوف شلون شقت اللحم، الله ستر وما طاح بوجه. رحمة لوالديكم لا حد يرمي، مشين عليكم الحسين لا حد يرمي. يا محايا يا مو هبي يرمي. يلا ابويا طب.